اوكي، مثل ما تشوفون الفيديو راح يكون مختلف شوي. مو قاعد استخدم الاضاءه اللي متعود عليها، الحين قاعد انقل لشقه جديده، قاعد ارتب الاغراض عشان كذا العفسه ورا. المهم الفيديو ذا راح اسوي فيه كب كيك الاوريو، وبسويها برضو مع ايسينج او مع كريمه بنكهه الاوريو. ملاحظه قبل ما نبدا، الاوريو كثير ناس ما يعرفوا انه فيجن، يعني حتى توني كنت اسولف مع اختي وقلت لها اني مسوي اللي هو الكب كيك الاوريو، فاستغربت قامت تقول يعني كيف عندكم اوريو نباتي او اوريو فيجن. فالاوريو بالعاده الاوريو الاوريجينال اللي هو النكهه الاصليه تكون فيجن، ما فيها لا حليب ولا زبده ولا مشتقات الحيوانات. اعرف ان هذا ما يعني انها صحيه، بس اني كنت مسوي عزيمه برمضان، احد اللي جاب معه اوريو، وكان عندي اللي هو كميه كبيره، فقلت ابغى استخدمها بطريقه، وقعدت اللي هو اخربط بالمطبخ وسويت اللي هو هذه. الكب كيك تنفع بدون كريمه، طعمها حلو وفيها نكهه الاوريو، ويمدينا نزيد اوريو اكثر لو نبغى اللي هو تكون النكهه يعني واضحه اكثر. بالنسبه للكريمه والايسنج اللي حطيتها فوق، احب طعمها لما تكون بارده، ولو حطيناها في الثلاجه فتره راح تسخن اكثر وتصير زي البودينج، تكون ثخينه. ايضا ابغاها تكون كريميير او تكون اقل سيوله، نحن نقدر نضيف سكر اكثر، بس احب طعمها بهذه الطريقه، ما تكون حلوه بزياده انها تكون ثقيله. المهم الحين قاعد انقل لشقه جديده، فما عندي الإضاءة اللي بالعادة استخدمها، فعشان كذا الإضاءة مختلفة بهذا الفيديو. فصورت الفيديو وابتلشت فيه، قلت ما أدري أنزله ولا ما أنزله، بس قلت بنزله مرة واحدة قبل العيد، وعايد عليكم كل عام وأنتم بخير، وأتقبل منكم صيام رمضان، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. خلينا نبدأ. الحين بالنسبة للآيسينج أو زي راح تكون للزينة، هي راح يكون فيها طعم الأوريو الواضح، راح أستعمل كوكونات ميلك او حليب جوز الهند، ويكون هذا كامل الدسم. ما احب اكل جوز الهند لحاله مع الاوريو مع السكر، ما يبان طعمه كثير. حوالي كوب اوريو مفتفت، والحين اضيف الاوريو وسكر تمر او سكر بني، واتم اخلطها الى ما تسخن الكريمه. ومثل ما شفنا سخنت الكريمة شوي، راح ادخلها الثلاجة يعني مدة 8 ساعات تقريبا الى يوم كامل. مقادير الناشفة، الاساس للكب كيكس او للمافن شابه للاساس اللي استعملته في فيديو كيكة الشوكولات. راح استعمل كوب طحين كامل الحبوب او اللي هو الهول ويت فلاور، بودرة الكاكاو. كالعادة المقادير راح احطهم تحت بالدسكربشن او بصندوق الوصف، في احط لينك حق المدونة، وبالمدونة موجودة اللي هو الطريقة كتابة مع المكونات بالمقادير المحددة. ملعقة شاي بودرة البيكن، وملعقة شاي بيكنج سودا، رشة ملح، اوريو حدود تقريبا كوب ونص اوريو، بس اني راح اطحنهم او نحطهم بالفود بروسيسور. لاحظت اني لما احط هذا يكفي ينفعني بدل السكر. اني حطيت الاوريو كامل بالقطع كامله وطحنتها او اني خلطتها بالخلاط او الفود بروسيسور وصار مطحون، ما يحتاج انه يكون مثل الطحين، بس انه يعني يكون مفتفت. نخلطهم المقادير الرطبة والمقادير السائلة. راح نستعمل كوب حليب نباتي، استعملت حليب اللوز، نصف كوب زيت، استعملت زيت جوز الهند. هنا حطيت اللي هو هذا بالعادة يكون كبديل للبيض، اللي هو ملعقة ونص بذور الكتان مع 3 ملاعق موية، وخليتهم على جنب إلى ما ثخن الميكس تقريبا مدة 5 إلى 10 دقائق. والحين راح استخدم ميبل سيرب أو أي محلي سائل، واخر شيء ملعقة شاي خل التفاح، وملعقة شاي فانيلا اكستراكت او فانيليا او مستخلص الفانيليا. والحين نخلط المكونات. احب وانا اخلطها ان يكون على الجوانب تكون المكونات الناشفة، وبالنص تكون مكونات السائلة، فيسهل علي اني اخلطهم بالنصف، وبعدين شوي شوي اضيف من المكونات الناشفة كل شيء بالنص. طيب بالعادة لما اسوي انا الكب كيك اسويها صينية مثل هذه اللي هو يكون على شكل مافن. بالعادة لما اسوي الخليط هذا راح يترس الصينية هذه حوالي 3 حبات او 4 حبات من الصينية هذه. الاويل سبراي او نرش زيت، طبعا في بعض حبات الاوريو تفتتوا كامل فتشوف في قطع كبيرة، ما في مشكلة.
الحين دخلهم على الفرن. هذول راح ياخذون حوالي 20 دقيقة تقريبا، بس الشيء نبدأ نشيك عليهم بعد 15 دقيقة. هذول يعني ياخذون 10 دقائق تقريبا عشان نتأكد انهم جاهزين. لما نطلعهم ندخل سكين او شوكة ونشوف اذا كانت اذا طلعت فيها اللي هو ميكس سائل فمعناتها انه لسه ما بعد جهز. وبس والله ان شاء الله عجبتكم الوصفه السريعه. الحين راح يجي العيد وبعدها راح تكون اختبارات وبعدها اهلي راح يزوروني وغير كذا راح انقل لشقه جديده، فراح انشغل الفتره الجايه. صراحه احاول برضو اني انزل فيديوهات بشكل مستمر، بس عموما يعني حتى لو ما نزلت ان شاء الله بعد العيد بفتره في فيديوهات كثير مخطط لها راح تعجبكم ان شاء الله. راح انزل فلوجات، راح انزل كيو ان اي، راح انزل فحص طبي، ففي فيديوهات كثير مخطط لها وبتحمس لها. وشكرا، الحين راح اروح الكلاس وبعدين سووا لي لايك وسبسكرايب. نشوفكم بالفيديو الجاي، نشوفكم بعد العيد، شكرا.